الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. سامعني يا استاذ طارق؟ الف مبروك مدام لميس. الله يبارك فيك، احنا مبارك لبعض. الف مبروك علينا والف مبروك للشعب المصري كله. الف مبروك. قول لي مشاعرك اولا، كنتوا قلقانين؟ انا عارفه ان كابتن بيبو موجود، حضرتك مرتجي درندلي كذا حد سراج، انا عارفه ان كلكم عدد كبير موجود. كنتوا قلقانين في الشوط الاولاني؟ طبعا قلقانين في الشوط الاولاني وقلقانين من قبل الماتش، لان والحمد لله وهدى اللي اتنقل للعيبه ان الماتش مش سهل وان الماتش يتاخد بكل جديه، ده نهائي افريقيا. فالحمد لله اللعيبه رجاله وحاجه احلى ما يكون، يعني اللي النهارده الدار البيضاء بقت الدار الحمراء يعني. ايوه بالظبط. ايه يعني الاول ما جه جون شريف بقى حسيته بايه وايه ابتدت الثقه تبقى موجوده؟ الحمد لله بعد الجون الثاني الدنيا هديت وما شاء الله اللعيبه رجاله برضه، اللعيبه لاخر لحظه ودي ماتش الكبير يعني كان ممكن يعملوا سكور كمان اكثر من كده. فالحمد لله قوي ان ربنا اكرمنا للسنه الثانيه على التوالي باللقب ده اللي غاب 7 سنين عن النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يستحق كده ويستحق اكثر من كده للاسف. مكافآت بقى، مكافآت يا استاذ طارق، هتدي مكافآت استثنائيه؟ طبعا يستحقوا، يستحقوا طبعا يستحقوا. هي الجائزه يعني اساسا الجائزه كام؟ الجائزه 2.5 مليون دولار، مش كده؟ 2.5 مليون دولار. اوكي، وهندي اللعيبه بقى جوائز. جوائزنا المعنويه كلها للجمهور. طبعا يستحقوا كل حاجه، والجمهور يعني الحمد لله جايزته كبيره قوي 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 بمكسب النهارده. الجمهور من دلوقتي بيقول ال 11 يعني. انا هاخد افريقيا الحمد لله. الحمد لله. بيقولوا ال 11. ايوه بيقول ال 11 يا كابتن. هو ده النادي الاهلي يا فندم. وانا بقول لكم الدوري يا اهلي. خلاص تحدي فيه ان شاء الله. استاذ طارق، استاذ طارق راجعين امتى ان شاء الله؟ طيب. الو؟ راجعين امتى؟ احنا هنرجع، احنا راجعين يعني ماشيين كمان شويه كده من احنا لسه كسبت، نسيب اللعيبه تجهز ونطلع على المطار مباشره. الطياره تيجي الساعه 2 ان شاء الله بتوقيت هنا، توصل بتوقيت القاهره 8 الصبح بالسلامه ان شاء الله. وتحياتي للكابتن بيبو ولكل المجلس الاداره واللعيبه، حبايبي كلهم والله. الف مبروك علينا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي.